سلامة ومرحبا بيكم. اليوم جيتكم وجبت معايا وصفة جديدة، وصفة سريعة وصحية واقتصادية، ما فيهاش لا دجاج لا لحم، بالخضرة اللي عندك في الدار. ديجا انا ما عنديش ياسر خضرة، دونك عندي نص قرعة، باش نستعمل نص قرعة، 3 كعبة بطاطا، كعبتين بصل، شوية شامبينيون، خاطر انا عندي شامبينيون. الحق ما كنتش باش نعمل شامبينيون، بعد كي لقيته في الفريجيدير قلت علاش لا، سينو راهو سي با اوبليغاتوار، ديجا ماهيش حاجة دارجة عندنا ياسر في تونس وكل. شوية فلفل أكحل، شوية كركم، شوية ملح، وحويرة عظام، ولا 5 كعبات ولا 3 كعبات، تو دي بون من الحشو قداش يستحق باش نلمدو. وباش نعمل بعديكا معاها على جنب شوية سلطة، هذيك هو معناها فريمون عشا خفيف يعمل ستوستين. كيف أول حاجة باش نظف الشامبينيون ونغسلو. ديجا الخضرة الأخرى سي نظفتها، جوست باش نطولش عليكم الفيديو، جوست هذه قلت فما عباد يحبوا كمان يشوفوا لي زيتاب معناها نتاع تنظيف الشامبينيون. فما قشرة الفوقانية هذه لازم تنحى. توا نغسلو بالباهي بالماء ونرجعلكم. الشامبينيون بتاعنا غسلتو، مازلت باش نربي توا الخضرة اللي مازالت. ربي تاو البطاطا، مش نتعدى نربي تاو القرع، بعديها نقص البصل بالصغير. اللي يحب يعمل اكثر قرع يجم يعمل اكثر، انا معناها تمنيت لو كان يكون عندي اكثر قرع باش نزيد، كأما هيكش عندي على غالب. يقعد تاو كي نقص البصل، حاضرة باش نزبرها توا شوية على النار. حطيت الطاجن متاعي يسخن، باش نصب شوية زيت، نصب الخضر اللي عندي، باش نفوق بشوية كركم، شوية ملح، وشوية فلفل أكحل. نردو بينا نقعد نتبعوه باش ما يشدش، ونخليه حتى يذبل بالباهي. الطاجن نتاعي يشد شوية، دونك باش نزيدها شوية ماء باش ما تشدش، وفي نفس الوقت راهو يساعد باش البطاطا في ساعة تذبل وكل. هي الخضرة اللي عندي ذبلت، دونك باش نطفي عليه ونكملو نحضرو نحاسيلو. أول حاجة باش نصب الفازات هذوما اللي عندي. أوب بسم الله، دونك الخيط نتاعي برد، دونك تو باش نفك العظمات. راهو اللي يحب يزيد يعمل فخوماج، يزيدوا حاجات اخرى، دجاج، لحم، اللي تحبوا. انا جوست حبيت نعملو خضره فقط، معناها اقتصادي.
انتوا متنوعوا معناها تعملوا كيف ما تحبوا انتوما. وتجمو تسميوها كيف ما تحبوا، طاجين بون، هي مش اومليت، مش طاجين، حاسيلو سميوها اللي تحبوا. انا الحق مش طايبه في الفور، اللي يحب يعملها في الطاجين يجم يعملها في الطاجين. سي بون، مش باش نزيد عظم، باش نزيدها جوست شويه في الفلاكحه. باش نعملها في الطبق هذا في الفور، نعمل شوية بالزبدة، وما نسيوش نحط الفور متاعنا يسخن على 180 درجة. ندخلو تو الفور على 180 درجة ونتبعو الطياب متاعو، وكيف كيف اذا باش تعملو على الغاز تبع الطياب متاعو، المهم نار متوسطة، معناها لا هي قوية لا هي ضعيفة. نعمل معاها سلطة، دونك السلطة نتاعي زيد مكوناتها بسيطة جدا. مش نعمل عندي ورقات سلطة، طمطومة، بصلة صغنونة، علبة زيتون، وهذه خلطة بنينة ياسر. شفيها شوية مايونيز، شوية زيت تون، زيت التون هكا هو، مش لازم تون معناها، شوية فلفل وشوية ملح، تبنن على الاخر السلطة. جربتها قبل وعجبتني وليت ديما نعملها. دونك اول حاجه نقص الطمطوم بتاعي، وراهو تجمو تعملوها بالفقوس والحاسيلو اللي عندكم. انا هذه الخضره اللي عندي كهو، قلت نعملها باللي عندي. خلط هذه بالباهي، باش نزينها تو، وبعد كده تزيين عاد كيف ما تحبوه، جوست باش نعطيكم هكا فكرة تقريبية. اللي عنده شوية فخوماج يجم يزيد فخوماج زيد. نكملو نزينوها بالصوص، شلقت بروحي بساعة مانيش نوريكم بالباهي. هذا المنظر النهائي متاع السلطة متاعنا، شوفوا محليه ومزينو. الطاجين متاعنا احضر، تقريبا قعد ساعة غير درجين هكاك غير ربع في الفور، نستنى حتى لين يبرد. والله بكل صراحة ريحته تبارك الله فوحة ياسر، مالجري معناها تقول لا فيه دجاج لا فيه جبن لا فيه حتى شيء، حاسة روح تخش عليها حتى دجاجة في الفور من الحق سيريوزمون. حاسيلو نستنى حتى لين يبرد ونقصه ونوريكم المنظر النهائي. عشا اليوم جابنين يا عم 66 كيف. نتمنى وصفة اليوم تكون عجبتكم، ما تنسوا تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اخر جديد. بسلامة.